الكونتاكت المالية بتاعتنا. الشركة ابتدت يمكن في 2001-2002، ابتدينا في أول فرع لينا في الزمالك، ومن هنا كانت البداية بتاعت الشركة لحين ما ابتدى القانون بتاع التمويل الاستهلاكي قدر ان هو ينظم العلاقة اللي ما بين الشركات والعملاء في وجود هيئة الرقابة المالية. والقانون ده ساعد كتير جدا من الشركات ان هي تبتدي تخش في النشاط بتاعها. المجموعة يمكن ابتدت بكونتاكت لتجارة السيارات في الاول، وبعدين بقت كونتاكت لتقسيط السيارات، وبعدين كونتاكت للتمويل، وده لما ابتدى القانون. يمكن سنة 2018 برضو ابتدت نشاط التأمين عندنا، وفكرنا ازاي ان المجموعة يبقى نشاط التأمين مكمل ليها، نقدر من خلاله نقدم الخدمات بتاعتنا للعملاء اللي موجودين في المجموعة ككل. احنا عندنا يمكن النشاط بتاعنا تمويل استهلاكي، تأجير تمويلي، فاكتورنج اللي هو التقسيم، عندنا شركة تمويل عقاري، عندنا بقية أنشطة المجموعة اللي بتخدم المجموعة ككل، إذا كانت إدارة أصول، إذا كان إصدار سندات، إذا كان اللي بتخدم الأوراق المالية عامة. فبالتالي قدرنا إن احنا من خلال ده نقدر إن احنا نكمل المجموعة ككل. كان نشاط التأمين نشاط مهم جدا جدا جدا، عملنا كونتاكت لصندوق ممتلكات للتأمين، وفي نفس الوقت صاروا أحرياء، ومن خلال ده قدرنا نكمل أنشطة المجموعة. طبعا الهدف الرئيسي بتاعنا إن احنا نقدر إن احنا نوصل من الخمسة الكبار بتوع الشركات التأمين، فده الهدف اللي يمكن حاطينه، ويمكن ده اللي بيسعوله الرؤساء التنفيذيين للشركتين التأمين اللي موجودين عندنا. طبعا بالإضافة إن احنا دايما بنفكر ما هو جديد اللي نقدر نقدمه للعميل، وكمان احنا هدفنا الرئيسي زي نقدم خدمة جيدة، وزي يكون التعويض بتاع العميل في حالة ما بيحصل له اي كليم ان احنا نقدر ان احنا نعوضه ونعوضه بشكل جيد، ويكون متخصص علشان خاطر العميل دايما بيشتكي من الخدمة. انا عملت النهاردة وثيقة التأمين، ازاي اتخدم بيها، ازاي ان انا اخد التعويض بتاعي، وده كان هدفنا من الاول. احنا قلنا ان احنا نبني شركات التأمين بتاعتنا على التعويض، ازاي اقدم التعويض للعميل، ازاي يكون مستريح وهو بياخد التعويض بتاعه، ازاي نكون متخصصين في سرعه كمان ان احنا نعمل التعويض، لان العميل بيكون ليه مصلحه هو ما فكرش في التأمين، علشان خاطر اهم حاجه بالنسبه لي ان لما يحصل له الخطر اللي هو بيأمن ضده يقدر ان هو يصرف التعويض بتاعه عشان يقدر يكمل الانشطه بتاعته. خلال الخمس سنوات اللي فاتوا كنا بنبني بشكل جيد العلاقه اللي ما بيننا وما بين العملاء بتوعنا، وكمان يمكن شركات التامين دي قامت على نشاط المجموعه ككل، لان المجموعه سواء فيها كم عملاء، اذا كان عملاء ريتيل او شركات، فبالتالي قدرت ان هي مع النشاط ده ابتدت تتوسع شويه بشويه، لغايه لما يمكن ابتدى الشغل من خلال يبقى اكتر من الشغل اللي بيجي من خلال المجموعه، وده كان الهدف الاساسي ان احنا نقدم وسيطنا لكل العملاء بتوعنا، نقدر ان احنا في نفس الوقت نشوف المنتجات الجديده اللي ممكن نقدمها للعملاء بتوعنا. ده حصل ايجاع، قدمنا منتجات كتير جديده وكتيره للعملاء، وده سر ان الشركات بتاعتنا بقى ليها تصنيف النهارده، بقت موجوده في السوق، بقى معروف سواه اذا كان ممتلكات او شركات، بقى العميل يطلبها لنفسه، وده كان هدفنا. في نتائج كبيره جدا لمصر تتحقق من خلال سوق التامين ككل. العميل لسه بيتعرف على ايه فايده التامين، ويمكن ده من ضمن الاساس اللي احنا عاملينه، ان هو التعويض ساعد وقوع الخطر، وده اساس بالنسبه لنا. وفي نفس الوقت احنا مكملين بنحاول نكون منتشرين، يمكن عملنا الاسبوع بتاعتنا في فارق القاهره وجيزة، متواجدين في اسكندريه، متواجدين في الدلتا، وفي نفس الوقت بنفكر علشان خاطر نعمل منتجات متخصصه في صعيد مصر.
احنا متواجدين في كل مكان. يمكن خلال الفترة اللي فاتت احنا اعتمدنا على ان شركات التأمين تشتغل بشكل مختلف، فيمكن التحول الرقمي بتاع شركات التأمين كان اساس بالنسبة لنا، ويمكن الشركات النهاردة بتسعى لده، يمكن بالتنسيق مع هيئة الرقابة على اساس ان هي بتقدر ان هي تاخد تراخيص معينه عشان خاطر تقدر توصل للعملاء بشكل ديجيتال شويه، عشان العميل يقدر ان هو يستفاد من الخدمات التامينيه. وفي نفس الوقت عشان في خلال الفتره اللي فاتت يمكن بنفكر في التوسع اكتر من كده، ان احنا نطلع الى الاسواق الخارجيه، ويمكن عملوا مع المستثمرين في الاماكن من الخارج، ويتمنى ان احنا من خلالها بندرس الاسواق الخارجيه وبنحط نظره مستقبليه لانشطه التامين في الخارج. الحكايه بدات لما الاستاذ احمد خليفه العضو الممتاز بتاع الشركه دلوقتي قابلني في السعوديه، وهو كان اصلا بيشتغل في السعوديه، وقابلني في فندق في احدى، قال لي انا عاوز اتقابل مع بعض في احدى الفنادق في الرياض، وعرض عليا فكره ثروه. ثروه دي كانت شركه تامين عباره عن اسم ما كنتش اعرف عنها حاجه خالص، فانا اشتريت منه الفكره وقلت له ده كلام جميل جدا، خصوصا لما ابتدى يقول لي ان ثروه دي مدعومه بمجموعه ماليه كبيره اسمها كونتاكت. ابتدى ادخل على النت، ابتدى اقرا، ابتدى اشوف، لقيت ان قرارنا ان شاء الله هيكون صح. ابتدينا نصفي شغلنا من السعوديه، انا كنت شغال في شركه ثانيه، شركه انجليزيه، وهو برضه الاستاذ احمد خليفه كان معايا، ابتدى هو سبقني الاول، وبعدين انا نزلت بعديها بحوالي 3-4 اشهر. ابتدينا ثروه من الزيرو. يعني ايه من الزيرو؟ لما اقول لحضرتك ان ثروه ابتدت من فكره وبعدين تحولت لحاجه دوكيمنت، حاجه مستندات بنقدمها للهيئه العامه للرقابه الماليه، وبعد كده مرورا باعتماد المنتجات، مرورا بالكلام ده كله، مرورا واهم حاجه ان احنا بنينا اسم ثروه، كانت اسم وابتدت بعد كده تتحول لمستندات، لاسم على ورق اللي عباره عن الرخص اللي مطلوبه، عباره عن البرودكت اللي هي المنتجات اللي احنا بنبيعها، عباره عن تنظيم داخلي في الشركه. ده كله حصل، وكان عندنا رفاهيه الوقت ان احنا نعمل الكلام ده كله، لان احنا كانت اسم ثروه ما كانش حد لسه يعرفه، واحنا ما كناش ريليتد، ما كناش مدعومين باكتر من كونتاكت الماليه، مش مدعومين باسم شركه تامين كبيره زي الموجودين في السوق، مش عاوز اقول اسماء يعني، احنا كنا بنبني اسم ثروه من نفسنا. فده اللي حصل فعلا، وابتدينا ننظم ده، يعني تنظيم داخلي، يعني ابتدينا نحط سياسات الشركه اللي هي سياسات كل واحد. رخص الشركه بمعنى ايه؟ ان محدش يقدر يظهر وثيقه الا بحدود معينه، كل واحد حسب الليفل بتاعه. الحاجات دي كلها شفناها في شركات التامين العالميه اللي احنا اشتغلنا فيها، فنقلنا الفكره دي، نقلنا كل الكلام ده كله هنا. فعشان كده حتى احنا بنعتبر نفسنا شركه عالميه بطابع محلي، فيها الروح المحلي، فيها الروح اللي نقدر نتنازل عن حاجه قصاد حاجه، الكلام ده كله انتهى مع الالتزام اللي هو بتاع شركات الانترناشونال، الشركات العالميه. رؤيتنا كانت ان احنا نكون احد قاده صناعه التامين من خلال تقديم خدمه مميزه لعملائنا. يبقى لازم نكون عندنا سرعه، عندنا دقه، عندنا وضوح وعدم ضبابيه. القصه دي بتبقى من الاساسيات، علشان التعويض بيبقى بالنسبه للعميل مشكله كبيره. كل ما تكون سريع، كل ما تكون دقيق، كل ما تكون عندك شفافيه وعدم ضبابيه، تقدر تساعد العميل بتاعك اللي هو المؤمن له. وبالتالي قعدنا نفكر طب هنعمل ايه في السيارات، وهنعمل ايه بخلاف السيارات زي تامينات الممتلكات او النقل البحري او التامينات الهندسيه او المعدات وغيرها. في السيارات فكرنا، قلنا نعمل كول سنتر 24 ساعه يقدر يرد على العميل خلال الاجازات وايام العطلات الرسميه وفي اي وقت، سواء كان بالليل بعد نص الليل او في الصباح الباكر، بحيث ان العميل لما يكون عنده مشكله يلاقي حد واقف جنبه وبيقول له انا معاك، انا هساعدك، انا هشوف طلباتك ايه. ما كانش الموضوع فقط كول سنتر 24 ساعه، ولكن قلنا يكون معاه مجموعه من الديلرز ومجموعة من التوكيلات، مجموعة من مراكز الإصلاح، تقدر إن هي نصلح الحاجة بتاعة العميل، بحيث إن هو بيكلم في التليفون ممكن نسحب العربية لو العربية ما بتقدرش تمشي بقوتها الذاتية، أو إن هو يوديها وبالتالي العربية تتصلح، هو ما يتحملش أي مشاق أو عناء، ولكن لما العربية تخلص يروح يدفع التحملات أو الحاجات المذكورة
في وثيقة التأمين بتاعته وياخد عربيته وهو عنده يعني راحة بال تامة في القصة دي. وجينا بالنسبة لتأمينات بخلاف السيارات وبرضو عملنا حاجات تفصيل للعملاء سواء اللي كان عندهم تأمين نقل بحري أو هندسي بحيث إن إحنا نكاد نكون معاه 24 ساعة بحيث إن هو لو في شحنات مهمة يبقى عندنا ترقب وصول مستنيين الشحنة لما تيجي بنعينها وهي بيتم تفريغها ما ننتظرش لما يحصل حاجة سواء حصل أو ما حصلش يبقى إحنا على طول حطينا إيدينا على الموضوع ونقدر نبقى واقفين مع عاملنا ما نقعدش نقول له هات لي وجيب لي لا أنا موجود هناك وأقدر أساعدك على طول. نفس الشيء بالنسبة لتأمين المعدات نفس الشيء بالنسبة لتأمين المشروعات الهندسية لأن هدفنا كان إن إحنا نقدم خدمة مميزة وده من أحد قيم الشركة اللي موجودة اللي هي الكاستمر سنتريك. بالنسبة للمحفظة الاستثمارات بتاعتنا الحمد لله التطور بشكل مترقب جدا بدأنا من 63 مليون جنيه سنة 2019 وصلنا حوالي 316 مليون جنيه سنة 2022 23 طبعا أرقام لسه مش معلومة إن شاء الله بقى مفاجأة بالنسبة لقطاع التأمين والسوق الكل. صافي أرباحنا في 2019 كانت 500 ألف جنيه بنهاية 2022 وصلت حوالي 14 مليون جنيه. تأمين الأصول بدأ من 75 مليون جنيه في سنة 2019 وصلنا 441 مليون جنيه في 2026. الحمد لله رب العالمين ربنا وفقني وغني رحيم بقى الحصان الحمد لله الحصان ده كسبان وحقق نجاحات هائله جدا وشهدت الدنيا ومعدل النمو التحديات اللي احنا قابلناها في الاول وبخلاف تحديات الفترة الطويلة بتاعت كورونا وان احنا قعدنا في البيت فترة كبيرة بس بالعكس ده ما كانش عائق وقفنا عن حاجة بالعكس ده كان بيدينا زقة للامام زي ان احنا نكمل ونوصل للتارجت بتاعنا لان احنا كنا قدام هدف عيننا ان احنا في خلال 5 سنين عايزين نوصل لرقم معين والهدف معين الحمد لله وقفنا له رغم العقبات والعوائق اللي كانت موجوده قدامنا ده بسبب القياده الحكيمه والابتكار اللي احنا فكرنا فيه كلنا لان كان الهدف من الاول بدايه ثروه ان احنا نختار كوادر متناغمة كلها مع بعض عشان يقدروا يوصلوا بالنجاح المتميز الحمد لله ونبني الثقة بيننا وبين العملاء وبين الشركاء النجاح اللي هم الوسطاء ونقدر نوصل للهدف بتاعنا اللي هو المليار في خلال السنين اللي جاية وإن شاء الله نوصل لهم بالتناغم وبالابتكارات اللي احنا بنحاول نبتكرها وبنحاول نكون مختلفين بشكل او باخر في السوق ونكون متميزين بخدمتنا ونكون متميزين بادائنا من خلال الشفافيه والثقه اللي احنا بنبنيها مع العملاء والوسطاء الموجودين. بدانا ان احنا نفكر بشكل مختلف ومن خلال الدعم الكامل من الاداره التنفيذيه لشركه ثروه التامين وقطاع التعويضات عملنا الكول سنتر والخدمة المتميزة للعملاء وده ساعد الشركة انها في تطوير حجم اعمال الشركة وتعظيم ربحية الشركة. اتوقع في خلال الفترة القادمة ان شاء الله زيادة في حجم اعمال الشركة مع التطور في النظام الالكتروني للشركة وسرعة في سداد التعويضات للعملاء ومزيد من التعاقد مع شبكة مراكز الخدمة والتوكيلات حتى يتم زيادة عدد العملاء الموجهين للشبكة والاستفادة من شبكة الإصلاحات المعتمدة من الشركة حيث بيتم تنفيذ إصلاح 75% من حجم الإصلاحات السيارات خلال الشهر في شبكة الإصلاحات ودي تعتبر نسبة كويسة جدا بالمقارنة في السوق.